وزير البيئة والمياه والصيد يفتتح أعمال الورشة التدريبية حول العوامل المؤثرة في المناخ وكيفية تجنب الكوارث الطبيعية في تشاد، كان ذلك بفندق ليزر بلازا. وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة وحماية الطفولة تقوم بتقديم مساعدات للشرائح الضعيفة بالمركزين الاجتماعيين رقم 8 و9، وهي عبارة عن سلات غذائية. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. أشار وزير البيئة والمياه والصيد الصديق عبد الكريم حجار إلى الجهود التي بذلتها الحكومة في مختلف المجالات المتعلقة بحماية البيئة والتغيرات المناخية. جاء ذلك لدى افتتاح أعمال الورشة التدريبية حول العوامل المؤثرة في المناخ وكيفية تجنب الكوارث الطبيعية في تشاد، والتي جرت فعالياتها بفندق ليزر بلازا. تقرير محمود بوسلفي. جاءت هذه الورشة التدريبية التي نظمتها منظمة كونسيرن ورلدويت الإيرلندية بهدف تعزيز قدرات العاملين في مجال الصحة البيئية والزراعة والتغيرات المناخية حول العوامل المؤثرة في المناخ وكيفية تجنب الكوارث الطبيعية في تشاد. مدير منظمة كونسيرن ورلدويت كاردينا ويشاكا خلال كلمته بهذه المناسبة أوضح بأن منظمتهم تعمل مع البلاد في مجال الصحة ورعاية الأطفال والأمن الغذائي وكذا الصرف الصحي في إقليم السيلة والبحيرة، بغية مساعدة البلاد في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين كتوفير المياه الصالحة للشرب ودعم المشاريع الزراعية في زيادة الإنتاج والإنتاجية، مضيفا بأن المشاركين في هذه الورشة سيناقشون خلال يومين مواضيع عدة تتعلق بالتغيرات المناخية في الأقاليم المستهدفة. لدى كلمته الختامية، وزير البيئة والمياه والصيد صديق عبد الكريم حجار أكد بأن تشاد من الدول الساحلية التي تتأثر بالجوانب المتعلقة بالبيئة الزراعية، وذلك حسب موقعها بالقرب من الدول التي تتأثر بالتغيرات المناخية، وأضاف بأن التحديات الماثلة تلزم البلاد على استعمال المرونة وتكيفها مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الورش ستسهم في دراسة ومعرفة العديد من الجوانب ذات الصلة بالجانب البيئي. وفي نهاية حديثه قدم شكره لشركاء الفنيين على دعمهم المتواصل للبلاد لتنفيذ المشاريع الإنمائية في كافة ربوع البلاد. للتذكير، فإن هذه الورشة جمعت المشاركين من إقليمي سيلة والبحيرة بالإضافة إلى عدد من العاملين في المجال البيئي. تتابعون في نهاية هذه النشرة قراءة مرسومين رئاسيين. شهدت اليوم وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة وحماية الطفولة الدكتورة جميلة بشر الكاتب حفل تقديم المساعدات للشرائح الضعيفة بالمركزين الاجتماعيين رقم 8 و9، وتتمثل هذه المساعدات في مواد غذائية رمضانية. آدم حنفي فاضل. في إطار نشاطها الاجتماعي الذي تقوم به وزارة المرأة والطفولة نحو المحتاجين المسجلة أسماؤهم بالمراكز الصحية التابعة للمستشفيات الوطنية، وصلت وزيرة المرأة والطفولة جميلة بشر الكاتب إلى المركز الصحي رقم 8 الكائن بحي الدقيل، وذلك بهدف تقديم هذه المساعدات التي تتمثل في كمية من المواد الغذائية للمحتاجين أثناء شهر رمضان المبارك. كالعادة في كل عام بمناسبة شهر رمضان سيتم توزيع مواد جافة للمحتاجين المسجلين في الدفاتر المراكز الاجتماعية وفي الأقسام الاجتماعية المختصة بالمستشفيات والاهتمام بالشرائح الضعيفة. يأتي هذا ضمن أولويات سياسة الحكومة وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. مسؤولة المركز الصحي رقم 8 فاطمة مياني حيث شكرت الوزيرة والوفد المرافق لها على هذه المبادرة الإنسانية، كما وصلت الوزيرة إلى المركز الصحي رقم 9 الكائن بحي الدقي الرياضي، أيضا قدمت الوزيرة نفس المواد للمحتاجين فيه، وطلبت من مسؤولي المركز أن يعدلوا في توزيع هذه المواد بطريقة ترضي الجميع. من جانبها، مسؤولة المركز الصحي رقم 9 حج حوا شرف الدين شكرت وفد الوزارة برئاسة الوزيرة جميلة بشر الكاتب على ما قدموه من خيرات نحو المحتاجين. هذا ويشار إلى أن هذا النشاط الإنساني تقوم به الوزارة في كل عام في شهر رمضان المبارك. في بيان صحفي استقبل وزير البترول والطاقة السيد بوكر ميشيل صباح اليوم بمكتبه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد سعادة محمد علي الشامسي، وقد تناول الجانبان مشاريع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والتعاون بين تشاد والهيئة الدولية للطاقة المتجددة المعروفة اختصارا بجرينا. الملحق الإعلامي محمد أبكر. عقد اليوم حاكم إقليم حجر لميس الدكتور أبو بكر جبرين أبو بكر
اجتماعا ضم قوات الدفاع والأمن لتنويرهم حول نتائج اللقاء الذي جمع حكام أقاليم المناطق الشرقية والوسطى بمدينة أم حجر بإقليم البطحة في 28 من مايو المنصرم، وذلك حول كيفية تنسيق العمل وتبادل المعلومات والخبرات بين أفراد الأمن بتلك الأقاليم. محمد حسن أدهم. بهدف تنوير المسؤولين الإداريين والسلطات العسكرية بإقليم حجر لميس حول مخرجات اللقاء التفاكري الذي جمع حكام أقاليم الأجزاء الشمالية والوسطى للبلاد والتي ترمي إلى تنسيق الخدمات الأمنية والمعلومات الاستخباراتية بين قوات الدفاع والأمن بالمناطق السالفة الذكر، جاء هذا اللقاء الذي جمع حاكم إقليم حجر لميس الدكتور أبو بكر جبريل أبو بكر مع قوات الدفاع والأمن بالإقليم، حيث تمحور اللقاء حول بسط الأمن وتعزيز الاستقرار عبر مشاركة الشعب والسلطات التقليدية ورجال الدين. كما تطرق الحاكم إلى أهم التوصيات والنتائج التي توصل إليها لقاء أم حجر بإقليم البطحاء في 28 من مايو. اجتماعنا هنا حاليا 6 جوفرنر هنا طلعنا ببعض القرارات. أول شيء تكوين مجموعة مرافقة لكل سيارات المنظمات الإنسانية والاستثمارية عند أداء المهمة. إذن أن هنا قررنا ابتداء من الآن أي سيارة تطلع بتاع منظمة لابد من كلها مرافق، لابد أن يرافقوها، هم يكلمون عننا بالتليفون على أساس مثلا السيارة كده طالع عند الإقليم أو الإقليم الماشي فوق ده نقدر نود فرقة تراقب لعندي ما توصل بأمان. كما أضاف الدكتور أبو بكر جبريل أبو بكر بأن الهدف الثاني من عقد هذا اللقاء هو كيفية ضبط الأمن بمنطقة حجر لميس والاتصال الدائم بين أفراد الأمن وفريق العمل الإداري. لابد من نعمل قوة مشتركة يغزو في الإقليم لضمان سلامة المتحركين والمتنقلين. همين هذا بيننا كم المقاطعات الثلاثة دبابة هراز البيار غنا، يعني المقاطعات الثلاثة دي يعني نفسنا نكون عندنا تنسيق وتبادل معلومات. والحمد لله يعني أنتم من زمن كل عندكم، لكن دوري يكون أكثر صرامة وأكثر شدة. هذا وتخللت المناسبة عدة مداخلات واستفسارات حول المواضيع ذات الصلة بأمن وسلامة سكان إقليم حجر لميس وممتلكاتهم. قدمت اليوم جمعية الإيقاف الإنسانية بالتعاون مع إحدى المنظمات الهولندية معدات مدرسية لتلاميذ مدرسة النهضة الإسلامية الكائنة بالدائرة الخامسة. المناسبة كانت بحضور رئيس المنظمة الهولندية محمد بلدير بجانب مسؤولي المدرسة. إشراق عبد الله رحمة. تلعب الوسائل التعليمية دورا هاما في تحقيق جزءا كبيرا من الأهداف التربوية في وسط المدرسي، ومن هذا المنطلق جاءت هذه المساعدات من جمعية الإغاثة الإنسانية التشادية بالتعاون مع منظمة إيهاها هولندا لتلاميذ وتلميذات مدرسة النهضة الإسلامية، وحيث تمثلت هذه المساعدات في مستلزمات مدرسية من كتب ومعدات رياضية وغيرها من الأشياء التي تخص الجانب التربوي. وعلى هذا المنوال تحدث رئيس منظمة إيهاها هولندا بيشات بأن هذه الوسائل التعليمية تعمل على مساعدة التلاميذ والتلميذات وكذا رفع مستواهم التعليمي حتى يكونوا أجيال صانعي مستقبل البلاد. وعن أهمية المساعدات يبين رئيس منظمة إيهاها هولندا ذلك. هذا المشروع هو للمرة الرابعة والحمد لله رب العالمين لأجل هذا النجاح في هذه المدرسة. كلهم يأخذوا شنط ودفتر وقلم وكتاب وأكاديمي ولعب وكذا، علما بأن هذه المساعدات سلمت إلى 986 تلميذا وتلميذة في نفس المؤسسة. منذ عدة أسابيع ومع ارتفاع درجات الحرارة تراجعت نسبة إنتاج الكهرباء أو الشركة الوطنية للكهرباء بصورة كبيرة خاصة في فترة النهار. وفي هذا السياق فتعد الزميل محمد أدم حسن المكاوي التقرير التالي. عادت أزمة انقطاع التيار الكهربائي مجددا لتضرب عصب الحياة في أجنبنا. بعد جزم واعتقاد بنهاية فزورة انقطاع التيار الكهربائي إلى أن ذلك أضحى ضربا من ضروب الخيال، تفاقمت الأزمة حتى شملت شهر رمضان في وقت يكون فيه المواطن بأمس الحاجة إلى الكهرباء لتكون معينا له في العبادة أو العمل في هذه الشعيرة الدينية، وسط ارتفاع ملاحظ لمعدلات درجات الحرارة في فصل الصيف لهذا العام،
وزيادة عدد ساعات قطع التيار الكهربائي يوميا في الكثير من الأحياء إلى 12 ساعة غالبا ما تكون في النهار، مما دفع السكان إلى البحث عن حلول سيما عبر المولدات الكهربائية التي باتت مشهدا مألوفا أمام بوابات المحلات التجارية والمنازل بفعل انتشارها وضجيجها الكثيف. الكهرباء يجيبون من الساعة 5 فوق وكذا. دلينا عندنا خياتنا تعبانين، نار ما في جروب ما عندنا دي. تعبانين مرة وي. الكهرباء دي يعني كل ما سنة كان جينا في موسم رمضان معناها نواجه مشاكل. إلا نشتغل بالقربات، والقربات دي تصرف. والأمل هسه ما مشي الأول. الأمل يعني كل ما سنة قايب يخف. لذلك شنو والجروب ده بيكلف، نطلب من الحكومة يعني خليه تبذل جهد وتراعي ظروف المواطنين. وهل أتاك حديث حل قزاز؟ إذ تعاني من ضعف التيار الكهربائي والانقطاع المتواصل الذي أجبر المواطنين في ذلك الحي إلى اتخاذ الشوارع مرتعا، حيث الأشجار والمظلات التي هي أرحم على المواطن من تذبذب أحوال الكهرباء. أنينا في هلاجازاس هنا عندنا بروبلم أنا نار ده، أنينا نار ده كشغل اسمه نار كأنينا سجتنا عشمنا منا نار ممكن عندك كتفيل كله ما يقدر يتلزي مروة ما يقدر يتلزي تلاجة نشوفونا سنستي دي زي روخو في بكانة دا وكان سلام ده بروبلم أنا نار أنا شنو هم كله ما يقدر يورونا بروبلم أنا نار أنا هسا فوجر ده نمر قدا نصب بوين نقودو كان بعدين وتبيجا بارد نقبل بويدنا عشان كورا ما في. ومع كل هذا ما زالت تمتنع الشركة الوطنية للكهرباء بالإفصاح عن العلة التي بسببها يعاني الكثير في مدينة مغلقة تفتقر إلى الساحات الخضراء التي تعتبر متنفسا لعوامل الطقس ومتغيرات المناخ. وإلى متى ستظل هتافات الصغار تعلو بعودة تيار الكهرباء هنا في أنجمنا؟ الكثير من الناس يقومون بتصرفات غير لائقة كرمي الأكياس والعلب البلاستيكية في الطرقات والأماكن العامة، مما يتسبب في العديد من الأضرار من ضمنها تشويه المنظر العام للمدينة بجانب أضرار بيئية أخرى. وفي هذا السياق فقد سلط الزميل حسن جد عمر الضوء على هذه الظاهرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة دورة 2018. نتابع. تسبب الأكياس والعلب البلاستيكية بمختلف أنواعها تلوثا وتأثيرا خطيرا في البيئة النباتية والحيوانية، خاصة في التربة التي من غيرها لا يستطيع الإنسان أن يحصل على إنتاج غذائي. وأن ظاهرة انتشار النفايات والأوساخ البلاستيكية غالبا ما تعرض حياة المواطنين إلى الخطر، حيث رميها بصورة عشوائية له آثار سلبية في البيئة. ومواجهة للنتائج السلبية الناتجة عن المخلفات البلاستيكية، فإن الحكومة أصدرت جملة من القرارات لمحاربته عبر منع استعماله من قبل المواطنين هنا بالعاصمة أنجمنا، ذلك حفاظا على النظافة والبيئة. إلا أن منعه بالعاصمة وحده لم يكن الحل الوحيد للقضاء عليه، ما لم يتم توعية المواطنين بضرورة القضاء على هذه الظاهرة، إلى جانب قيام البلدية المركزية بدورها المطلوب في تخصيص أماكن معينة لرمي النفايات البلاستيكية أو حرقها أو إيجاد بدائل متطورة. وأن موضوع محاربة التلوث البلاستيكي الذي كان شعار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة نسخة هذا العام لم يأتي عن فراغ، نتيجة لأن رسالة وزارة البيئة والصيد فيه كانت واضحة، حيث مفادها منع تجارة واستعمال البلاستيك على المستوى الوطني بدءا بالعاصمة. جمعنا ده ما في حسنا الناس ما قاعد يستعملوا، لكن برا ده الناس ده كله قاعدين يستعملوا أمبلاش بلاستيك. عشان ده نقول لهم شغل ده وقفوا، قديناهم أسبوعين عشان الناس اللي عندهم أمبلاش بلاستيك يمشي ينطول مريدو ديتوير الما سواء من هنا أسبوعين ده أننا نشيلوا مسؤوليتنا، نمشي نفتش الناس اللي عندهم ده كله نتقربوا وهم ده كله نشيلوه وهم ذاته يترادوا في جستيس. كما يقال في المثل إذا عرف سبب بطل الأعجب، فالمواد البلاستيكية لها أثار سلبية للمواطنين وأخطرها التلوث البيئي الناتج عن بقاياها. فالسؤال الذي يطرأ نفسه، هل يعود السبب في ذلك إلى نقصان الوعي من قبل المواطنين أم يعود إلى البلدية التي تعد المسؤول الأول من نظافة العاصمة؟ رياضيا، عقد اليوم رئيس الفيدرالية التشادية لكرة السلة بانين غاتانغولو عقد مؤتمرا صحفيا بفندق سيليساو، تحدث فيه عن استعدادات المنتخب الوطني للسلة لخوض المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة. عباس بكر مصطفى.
مواجهة الصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية مع مسؤولي الفيدرالية التشادية لكرة السلة للتعرف عن مدى استعداد المنتخب الوطني لكرة السلة الساو للمشاركة في المرحلة الثانية لتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة المزمع انعقاده بدولة الصين الشعبية في العام 2019. أثناء المؤتمر ناقش رئيس الفيدرالية مع الصحافة مختلف أوجه التجهيزات والصعوبات التي تعاني منها الفيدرالية وخاصة الجانب المادي، كما شدد الأمين العام للفيدرالية عن إصرارهم للمشاركة. أساكر فضل لنا أن نكون أشهر وخمسة يوم قبل لنا مش تونس ويا ساكل بورس مالجينا كيف كمام دورو نمش فوق تونسي داكو من جانفي شالو كات كابدا شافو يا دي اليوم دا جاي في بكان كونتابل انا كوناجيس من 6 mois شي ماسو انتونا يا بغالينا ميشيل زادولينا بودرا شيا كان ما انتونا كل نو فاتوشو من ناس اخرين يا وينونا نمشو ان غابول بانينغا تانغولو رئيس الفيدرالية التشادية لكرة السلة أكد بأن مشاركة البلاد للمرة الثالثة دون دعم مادي وهذه المرة الرابعة، لذا طلب من الحكومة والمؤسسات بالبلاد دعم الفيدرالية لرفع شعار الوطن. الصحفيون من ناحيتهم ركزوا على كيفية استعداد المنتخب. أبان باني بأنهم في استعداد وخاصة مشاركة 8 من محترفي كرة السلة التشادية المتواجدون في خارج البلاد إلى صفوف المنتخب الوطني لكرة السلة ساو مما يزيدهم قوة. المنتخب الوطني لكرة السلة الساو سيغادر بالتاريخ 29 من هذا الشهر للمشاركة في المرحلة الثانية لتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة بدولة تونس. قام مدير المحطات الإقليمية في الإدارة العامة للإعلام والتلفزيون عبد السلام محمد حجار بزيارة إلى المحطة الإقليمية لمدينة أبشه، وذلك لتفقد سير العمل هناك. وعقب الزيارة صرح المدير بالحديث التالي: أننا جئنا في أبشه ميسيون هنا بروسبكسيون وتكنيك، جينا نشوف كيف الاستاسيون ريجونال دولا أصمنا أبشه. أنا نمشي بلتين راديو استاسيون ريجونال هنا بلتين استاسيون ريجونال هنا أمجرز هنا أدري وبعدين نقابل أتيا، لكن في أبشة جينا عشان نشوفه في بريوت هنا كاترين من ريبوبليك ده إلا الخدمة، وخدمة ده أي زول في مجاله عشان يخدم، وأنينا كمجال هنا الإعلام يعني جينا نشوف الاستركتور هنا دول في الريجون دول، وجينا بالأخص في أبشة. أبشة استاسيون ريجونال كبيرة عندها تكنيك كله معين نورمال بيرسونال كله عندها كتير، وخدمة يقول من زمان معروفة استشارينا لصوتها كلام ده جينا لهم لين نشجعهم ولين نصمهم ولين نشوفوا الماتيريال تكنيك أنا اللي يمشي اللي ما يمشي نشوفه نسوي رافور هنا، وكم سيمينال بيرسونال يقول لهم لمينا معهم بيبقى فرصة مع المدير سانيس يقول لهم لمينا مع بيرسونال كله في استاجير فوكسيونير كونتراكتير ناس كتير قاعدين عندنا ناس مليان يعني باش انا نشكر لهم كثير يعني في خدمتهم سيمينام كلامهم كل كلام رسمي كلام ده كله شيلنا نوت عشان ما نقدر في حاليا كده نرد في مشاكل هنا الديركسيون جنرال هنا هناك ده كله حصل حاليا ما نقدر نمشي في المكتب هناك في لميمنا وقدك نقعد نقطة نحل له المشاكل دي يعني ده مهمة جدا عشان الناس في أبشة في جورناليست هنا أبشة على استاسيون ريجونال هنا أبشة بكافتهم يقدروا يقوموا لخدمة هنا يكوفروا إذنما كله في رجوع هنا وده وعشان يبنفسيك أفانتاج خوامات هنا استاسيون ديركسيون جنرال هنا راديو هناك في اليمن ده هم كله يبنفسيون معنا سوا ونشجعهم يعني من داسة كله يعني شكرا. مرسوم رئاسي رقم 1351 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى، تم تعيين الشخصيات الآتي أسماؤها حكاما للأقاليم الآتية: الإقليم مندول، الحاكمة السيدة ليسي بياسمدا خلفا للسيد عيسى الجدي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى حرة في إقليم لوغون الشرقي، الحاكم السيد أحمد طه أحمد خلفا للسيد أدم نوكي شرف الدين
الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى حرر في نجمانة في 6 يوليو 2018 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مرسوم رئاسي رقم 1352 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى، تم تعيين الشخصيات الآتي أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالمكتب الدائم للانتخابات: المدير العام السيد عيسى الجدي، المدير العام النائب السيد إبراهيم عيسى تيمان. حرر في نجمينة في 6 يونيو 2018 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.